هذا ويتواصل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مختلف المحافظات بهدف الانتهاء من كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة بنهاية العام الجاري. وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت أن الثلث الأخير من المرحلة الأولى للمبادرة يتضمن تنفيذ 23 ألف مشروع تستهدف 1477 قرية و10,000 تابع. والمزيد من المتابعة حول آخر تطورات حياة كريمة ينضم إلينا الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق والمتحدث الرسمي لمبادرة حياة كريمة. أرحب بك معنا دكتور طارق على شاشة دي أم سي. يعني في البداية لو تطلعنا على حجم الإنجاز الذي حققته مؤسسة حياة كريمة حتى الآن على مستوى كافة محافظات الجمهورية. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبجميع الساده المشاهدين. انا حضرتك بالنسبه لمبادره حياه كريمه، زي ما كل اهالينا عارفين، مقسمين بين وزاره الاسكان 25 مركز وما بين الهيئه الهندسيه والقوات المسلحه 27 مركز. بالنسبه لل 25 مركز التابعين لوزاره الاسكان، احنا عندنا 738 قريه في مشروعات الصرف الصحي. الحمد لله نهينا 190 قريه منهم انتهوا الحمد لله ودخلوا الخدمه، وباقي القرى جار تنفيذها تباعا بنسب تنفيذ بدءا من 10 و15% الى حوالي 80 و90%، وسينتهوا تباعا حتى 31/12 القادم باذن الله. كافه القرى الحمد لله ان شاء الله تكون خلصانه. حضرتك النهارده عند ده بالنسبه فيما يخص مشروعات الصرف الصحي. بالنسبه فيما يخص مشروعات مياه الشرب، حضرتك عارفين كلنا ان نسب التغطيه في مياه الشرب 98.6% من السكان، لكن عشان يكون عندنا مصداقيه مع اهالينا، في نسبة من هذه النسب المغذاة بكميات غير كافية ما توصل لها 10 أو 12 ساعة في اليوم. داخل المبادرة سيتم تنفيذ محطات مياه جديدة لتدعيم الخدمة داخل هذه المراكز. عندنا الحمد لله 35 محطة سيتم إنشائهم في ال 25 مركز، نهينا 5 محطات ودخلوا الخدمة، وجاري تنفيذ في باقي المحطات لنهوها بنهاية 31/12 بإذن الله. عندنا حضرتك النهاردة سيتم إنشاء بعض الآبار الارتوازية داخل ال 25 مركز بعدد 75 بئر، نهينا 35 بئر منهم لتغذيه بعض الاماكن اللي هي الصغيره، التجمعات الصغيره بنعمل فيها بعض الابار لتغذيتها، دي حضرتك بتكون صالحه للشرب زي محطات المياه السطحيه بالظبط، نهينا 35 بئر منهم وجاري التنفيذ في الباقي حتى يتم نهو طبقا للبرنامج الزمني. من ضمن المبادره يا فندم هنعمل اعاده تاهيل للمحطات مياه الشرب القائمه. كان ينقصنا في الماضي ان احنا حضرتك فعلا بننفذ مشروعات، ولكن كان يتم عمل الصيانه اللازمه لها او اعاده تاهيلها في المحطات اللي محتاجه تاهيل. كان عند بعض المحطات بتشتغل بنص طاقتها نتيجه انها عاوزه اعاده تاهيل مره اخرى. حضرتك المبادره هتعمل اعاده تاهيل ل 62 محطه داخل المرحله الاولى عشان يشتغلوا بكامل طاقتهم، نهينا 7 محطات منهم وجاري التنفيذ في باقي المشروعات طبقا لبرامجها الزمنيه. المشروع المهم يا فندم جوه المبادره ان انا حضرتك النهارده زي ما قلت لسيادتك نسب التغطيه 98.6%، ما عندناش قريه ولا عزبه ولا ماج ما عندوش ميه، لكن عندنا في اطراف الشبكات في العزب والنجوع بعض الاماكن فعلا مش موجود فيها خدمات مياه شرب خالص، مش حضرتك ما توصل لها وضعيفه، لا ما عندوش فعلا شبكه مياه شرب لانه كان خارج الحيز العمراني اثناء تنفيذ المشروع، وبعد نهو المشروع كان داخل الحيز العمراني فنفذنا له الشبكات. المبادره يا فندم هتعمل مد وتدعيم لشبكات الميه داخل هذه القرى. حضرتك النهارده عندنا 708 مشروع مد وتدعيم داخل المرحله الاولى للمبادره، نهينا 338 قريه وبقى جميع القريه في 338 قريه كلهم عندهم خدمات مياه شرب حضرتك النهارده والباقي جاري تنفيذه. عندنا في وسط السبتك عندنا حوالي 190 نعم. قريه في الصرف الصحي خلص برضه فيها نفس المشكله بتاعه المد والتدعيم في الميه نعم. اللي في اجزاء من اطراف القرى ديت ما عندهاش خدمات صرف صحي. دي حضرتك عددهم 126 قريه، نهينا 88 قريه وباقي جاري تنفيذه باذن الله. نعم، اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات والتفاصيل الدكتور طارق الرفاعي، معاون وزير الاسكان لشؤون المرافق والمتحدث الرسمي لمبادره حياه كريمه، شكرا لك.